بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلام دائمين متلازمين عليك حبيبي يا رسول الله، صلاة تؤدي بنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فاللهم صلي أفضل صلاة وسلم أزكى سلام على أسعد وأكمل وأجمل مخلوقاتك حبيبك ونبيك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد ألقت بنا قراءة صحيح أبي عبد الله البخاري في بحر من الأنوار. في الحقيقة ما زلت أسبح في هذا البحر يمنة ويسرة، وأحاول أن أمنع نفسي فلا أستطيع، وأقول أعود سريعا لقراءة المكتوب في صحيح أبي عبد الله البخاري، ولا أتشعب هذا التشعب الكبير الواسع حتى لا يطول بنا الكلام، ثم أعود فأسأل نفسي سؤالا: ما الذي يمنعنا أن نتشعب؟ هل نحن يعني محددون بموعد معين ننتهي فيه من قراءة صحيح البخاري؟ لسنا كذلك. ما هو، ثم أسأل نفسي سؤالا آخر: ما هو الهدف من الجلسات أصلا أساسا؟ أن نقرأ المكتوب وفقط، أم أن نتعلم، أم أن نوضح أشياء لم تكن واضحة ربما عند الكثيرين منا؟ الهدف أن نوضح أشياء ليست واضحة، صحيح؟ والهدف أن نستمتع بصحبة العلم وبصحبة أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبسيرة الصالحين وبما يعني يجمع القلب على الله سبحانه وتعالى على قدر الطاقة وعلى قدر السعة. فإذا دعونا نجعل بحر الأنوار يأخذنا يمنة ويسرة بما قدر الله، بما قدر الله وإيه وأراد سبحانه وتعالى. لماذا بدأت بهذه المقدمة العجيبة؟ لأننا ونحن نتصفح كتاب صحيح البخاري وصلنا مع أبي عبد الله البخاري عند كتاب العلم، عند كتاب الإيه؟ العلم. قال في كتاب العلم في الباب الثاني منه مباشرة، قال أنس بن مالك نسخ نسخ عثمان المصاحف وعمل فيها إيه؟ وبعث بها إلى الآفاق. قلت لحضراتكم في المرة الماضية إن هذه الجملة تحتاج منا إلى وقفة قد تطول وقد طالت بالفعل، لكننا حكينا من خلال هذه الجملة شيئا ليس بالقليل وليس بالكثير من سيرة هذه الأمة العظيمة، ومن سيرة هذا النبي العظيم، ومن سيرة هذا الصحابي الجليل سيدنا مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. حتى أني أذكر أني قصصت على حضراتكم في المرات الماضية كيف وصل عثمان بن عفان إلى أن أصبح خليفة المسلمين. لماذا نحكي عن سيدنا عثمان؟ أصل من اللي نسخ المصاحف؟ عثمان، مش كده؟ ونسخ المصاحف هذا يعني كيف وصل إليك المصحف اللي في إيدك ده الذي امتلأت به مساجد المسلمين في كل بلاد العالم الإسلامي. المصحف ده المصحف الإيمان، يسمونه المصحف الإيه؟ الإيمان. كيف وصل إلينا هذا المصحف الذي بين أيدينا؟ طبعا لم يكتب هكذا في زمن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا هذه قصة أخرى، هذه قصة أخرى، ولا يجوز لمسلم في هذا الزمان أن يجهلها، علشان نحن نتغنى طوال النهار بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. فيأتي إنسان ويقول: أهو نسخ عثمان المصاحف، يعني بعد النبي ما مات بحوالي 25 سنة ولا 30 سنة، يبقى المصحف مش هو اللي نزل على سيدنا النبي، مش هو اللي مكتوب، أكيد في حاجات ضاعت، أكيد في حاجات إيه؟ لأن مين اللي نسخ المصاحف؟ عثمان. يظن الناس أن الذي كتب المصاحف ونسخها هو عثمان، ولكن القرآن جمع على 3 مراحل. على كم مرحلة؟ هذه القصة الثانية في هذه الجملة، يعني مراحل جمع القرآن الكريم دي تحتاج مننا إلى قعدة كده على روقان كده، نشرب كوباية شاي ونمخمخ كده الدماغ. سيجارة؟ لا يا عم مصطفى، بيقول لي كوباية شاي وسجارة، ينفع في الجامع كوباية شاي وسجارة؟ يعني ده كلام يعني؟ لا، كوباية شاي كده على روقان ونحكي هو القرآن ده الجمع ازاي، عشان نبقى عارفين احنا في حاجة ضاعت ولا ما فيش حاجة ضاعت ولا ايه. لكن قبل ما اوصل عند كيف جمع المسلمون القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ما اوصل عند النقطة ديت، عايز اكمل حكاية سيدنا مين؟ سيدنا عثمان. ما تسألوا على سيدنا النبي، تسمحوا لنا نكمل قصة سيدنا عثمان ولا نتجاوز هذا الكلام؟ أظن ما هناك يعني ما من شيء أجمل من سيرة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن لي في هذا هدفين مش هدف واحد.
أنا ليا في الموضوع اللي احنا فتحناه ده بقالنا 3-4 أعداد ولا 5 أعداد أنا ليا فيه هدفين. الهدف الأول أن نصحح الفكرة التي انتشرت عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. كمان أنا ليا هدف تاني أن يتعلق الناس بأصحاب رسول الله. إذا كان ما فيش قدوة في العالم المعاصر فلا أقل من أن نجعل أصحاب النبي قدوة. صحيح يا أخوانا؟ هو في أجمل من أصحاب سيدنا النبي اللي رباهم مين؟ اللي رباهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حكينا مع حضراتكم في المرات اللي فاتت عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وشفنا قد إيه كان خليفة قوي ولا كان خليفة ضعيف؟ كان خليفة قوي. تذكرون كيف قاد للمسلمين معركة ذات الصواري التي قضت على الروم، وكيف توسعت الفتوحات في زمان عثمان بن عفان، وكيف كان يجمع أهل المظالم في منى في أيام الحج ويرد المظالم لأهلها، وكيف فعل، وكان خليفة إيه؟ قويا رضي الله عنه. طيب ما دام كان خليفة قوي واستمرت الخلافة بتاعته كم سنة؟ 12 ولا 12 لغاية 13 سنة كده كويس. ما دام كان قوي والخلافة استمرت السنين دي كلها، فلما قتل عثمان بن عفان في بيته؟ ليه سيدنا عثمان يتحاصر في المدينة المنورة ويقتل في بيته وهو أمير المؤمنين في دولة قوية جدا بهذه المواصفات؟ يا ترى ليه؟ أنا يا جماعة النهاردة همهد لحضراتكم حتى ننتهي من هذه القصة، وسأقولها لحضراتكم بخلاصة يعني باختصار كده، بس عايز حضرتك تركز قوي وتصلي على سيدك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف يا أحبابي، انتشرت الفتوحات يمينا ويسارا إلى أقصى شمال جينيقيا إلى قرب الأندلس، والأندلس فتحت في زمان الدولة الأموية مش في زمان عثمان بن عفان، إلى أفريقيا وتونس. وحكيت لحضراتكم ازاي فتحت افريقيا وازاي عملوا الاسطول البحري وازاي عبروا الشاطئ الاخر من البحر وتوسعت فتوحات الاسلام شرقا وغربا. الدولة بقت هي المدينة والكم بلد اللي حواليها، ولا دخل في الاسلام اناس جدد لا يعرفون هيبة الصحابة ولا هيبة الاسلام ولا هيبة القرآن؟ دخل في الاسلام ايه؟ ناس ثقافتهم الشرعية لسه ضعيفة جدا، ما يعرفوش حاجة. وكمان في دولة عظيمة جدا كان اسمها دولة الروم، ودولة تانية كان اسمها دولة الايه؟ الفرس. الدولتين دول اللي حصل فيهم، هل ترون انك تقضي عليهم ثم يسكتون؟ هيسكتوا ولا هيكيدوا؟ طيب لما واجهوا المسلمين بالحرب والسلاح والسيف اتهزموا، 120,000 قصاد 20,000، مين اللي انتصر؟ 20,000 انتصروا. فهم تأكدوا أن هذا الدين والمسلمين دول لا يهزمون بالمواجهة، هم يهزموا بإيه؟ ها؟ بالكيد والخدعة. يهزموا بإيه يا جماعة؟ وأنا مش عايز يعني أوجع دماغكم بكلام وأنتوا كلكم عارفينه. النهاردة نحن نحارب بالمواجهة الصريحة ولا بالكيد والخدعة؟ بإيه يا جماعة؟ وانتصروا علينا بالسيف على السيف وبالرمح أمام الرمح ولا بالخدعة والنفاق؟ ألا الآن المسلمون يتبعون غيرهم خداعا ولا وجهوا بحرب صريحة؟ لا، خداعا. عشان كده هم لما انتشر الإسلام والدولة بقت قوية لجأوا لإيه؟ لجأوا للخدعة. ومين رب هذه الخدعة؟ احفظ الاسم اللي هقول لحضرتك ده دلوقتي. ورأس الحربة في الخدعة التي خدعت المسلمين من أيام سيدنا عثمان لغاية النهاردة، اللي أنا هقوله لك النهاردة كلام خطير جدا، من ضمن الكلام اللي اتقال أيامها الناس لغاية النهاردة مصدقاه، تخيل. ما تصلوا على النبي كده. رأس هذه الحربة واحد اسمه عبد الله ابن سبأ اليهودي. عبد الله ابن سبأ ده يا جماعة من اليمن، من صنعاء، وهو عبد لدولة الروم. عبد الله بن سبأ اليهودي ده ادعى الإسلام، ادعى الإسلام، وكان فقيرا ثم أصبح ثريا من أثرياء العالم. مين اللي اداله فلوس؟ الروم. ليه؟ علشان يقود فتنة توقع المسلمين بعضهم في بعض، وكانت نتيجة الفتنة أن اتقتل سيدنا مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. وفي كمان سبب تاني، ألف لام ميم، لا 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 لا، ألف لام ميم، الله يبارك في عمرك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بعد ما تنتشر الدولة وتبقى قوية يجي إيه؟ يجي فتنة عشان نشوف من يثبت ومن يرسخ ومن يكون على الجدة ومن تاخد الفتنة وتروح بيه، مش كده؟
وخد بال حضرتك يا جماعة، هذه من السنن الكونية، من السنن الإلهية. اوعى تفتكر ان انت تقعد في الدنيا دون ان تفتن. بعض الناس يفتنون في مالهم، بعضهم يفتنون في أولادهم، وأعوذ بالله أن تكون الفتنة في الدين، لأن الفتنة في الدين حارقة وقاتلة. يعني الفتنة لازم تحصل، يعني لازم تحصل، بس بصوا كيف حدثت في زمان سيدنا مين؟ عثمان بن عفان. أنا قلت لحضراتكم مين اللي هيشتغل على الفتنة دي ويقعد وراها لغاية لما يتقتل سيدنا عثمان؟ واحد اسمه إيه؟ عبد الله بن سبأ اليهودي. بس عبد الله بن سبأ ده ما كانش لوحده، مين اللي كان وراه؟ كان وراه دولة الروم تغذيه بالمال والرجال وتساعده حتى نشر الفتنة. عمل ايه عبد الله بن سبأ دوت؟ صلوا على النبي. خليني احكي لكم الحكاية بهدوء كده. دخل المدينة المنورة خلاص على انه مسلم، وقعد يدور في وسط الصحابة وايه المدخل اللي ادخل منه عشان اشعل بينهم فتنة. فلقى المدينة ايه؟ مفيش فيها مدخل، لا العب غيرها، دي مدينة سيدنا النبي ومليانة بالصحابة، وعثمان بن عفان قاعد في المدينة، العب غيرها. راح سايب المدينة ورايح على فين؟ راح على الشام. الشام في الفترة دي كان أمير الشام مين؟ معاوية. معاوية ده ابن عم عثمان. الشام كلها تدين لمين؟ تدين لسيدنا عثمان، عشان معاوية هو اللي بيدير شؤون الشام. الشام قوي ولا ضعيف؟ ممكن أدخل وأعمل فتنة؟ الشام قوي جدا ومتمسك جدا. طب ما فيش فايدة. راح ساب الشام وراح على فين؟ راح على الكوفة الأول. لقى الكوفة فيها جماعة أسلموا جديد، فبالك بس وجدت بغيتي. دول ما يعرفوش يعني إيه صحابة. راح واخد منهم مجموعة وراح من الكوفة على البصرة ومن البصرة على مصر المحروسة، ولقى فيها برضك مجموعة من الناس لسه أسلموا جديد. فبدأ يعمل لنفسه إيه؟ بدأ يعمل لنفسه أتباع. الفلوس اللي بيصرفها جابها منين؟ ها؟ جايبها من اللي بيفتنوا جوه البلد وبيضللوا الناس في دينهم، معاهم فلوس جابوها منين؟ ما تعرفش يا اخي. فجأة بقى ملياردير، فجأة بقى مليونير وساكن في فيلا وعنده عربية عم مصطفى. جابها منين؟ الله أعلم جابها منين. يبقى فيه ايه؟ ها؟ تحت الرمادي نار، تحت الرمادي ايه؟ هو ده يا جماعة اللي حصل. صلوا على الحبيب المصطفى. ايوه يعني عمل ايه؟ اطلق الشائعات. خد بالك، هل تهدم الشائعات دولة؟ وهو ده اللي حصل في زمن سيدنا عثمان وبيحصل في كل زمن. كلما انتشرت الشائعات كلما كانت خطر على مين؟ على أي مجتمع. أي مجتمع ينهدم بكثرة الايه؟ الشائعات. عمل ايه ابن اليهودية دوت؟ نشر في المسلمين 10 اتهامات في سيدنا عثمان. صلوا على النبي بقى. انا قلت لكم هقول لكم كلام خطير جدا. كم تهمة يا ريس؟ 10. هعد لحضرتك 10 تهم. ها؟ هتصبروا عليهم ولا مستعجلين؟ ها؟ لا، المستعجل يصلي على النبي بس. خلاص تمام كده، صلينا على حضرة النبي. نشر كم شائعة على سيدنا عثمان؟ نشرهم بين الصحابة واللي عارفين قيمة الدين، ولا نشرهم ما بين المسلمين جدد واللي مش أخدين بالهم من هيبة الصحابة ولا الدين؟ ها؟ نشرهم. وكان يرسل الكتب وهو بيعمل في الظلام، لما مش محدش عارف مين اللي ورا الشائعات دي. الدولة بقى أصبحت مترامية الأطراف، وطبعا استغل إنه وسائل المواصلات كانت إيه؟ كانت ضعيفة. ما في النهاردة لو طلعت شائعة على اليوتيوب ولا حاجة بفيديو 3-4 ثواني تبطل الشائعة، لكن لما الشائعة تنتشر والمسلمين مش مدين خوانة ومش مركزين إنه في حد بيعمل فيهم كده، فالشائعة تنتشر تصير كأنها إيه؟ كأنها حقيقة. هو ده اللي حصل من عبد الله بن سبأ. نشر في سيدنا عثمان كم شائعة؟ بصوا بقى الخبث يا جماعة. وخلي بالكم، مش معنى ان هو يهودي ان احنا عندنا مشاكل مع اليهودية كديانة، لا، احنا عندنا مشاكل مع من يظلمون الناس ويأخذون الحقوق بس. لكن اليهودية كديانة نسخت بالنصرانية، والنصرانية نسخت بايه؟ بالاسلام. خلاص ما عندناش مشكلة مع الديانات، احنا عندنا مشكلة مع مين؟ مع اللي بياخد حقوق الناس. خلي بال حضرتك، شوف الخبث. انا قلت لحضرتك نشر كم شائعة عن عبد المطلب؟ 10 شائعات. كان بيعمل ايه ابن الذين؟ يدور على حدث له اصل وياخده ويزيفه ويكبره. كل واحدة من العشرة الشائعات العشرة لها اصل، يعني حدث منها طرف. هو يعمل ايه؟ ياخدها ويعمل ايه؟ ويزيفها ويكبرها. هدي لك العشر امثلة دلوقتي حالا، اهو مش هطول عليك. اول حاجة، نشر في الكوفة والبصرة ومصر أن عثمان بن عفان
ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه. ده يبقى خليفة عادل ده، ده ضرب مين يا جماعة؟ عمار بإيه يا أولاد؟ إيه اللي حصل من عثمان؟ ضرب مين؟ عمار بن ياسر. شوف الظلم، ويضرب أخوه في الإسلام، ده صحابي زيه زيه، ده عمار بن ياسر ده مر عليهم سيدنا النبي وقال صبرا آل ياسر إن موعدكم الإيه؟ الجنة. بقى عمار بن ياسر يضربه لغاية لما يفتق أمعاؤه، وأصبحت هذه الكلمة كأنها إيه؟ كأنها حقيقة. طب هي دي لها أصل؟ آه لها أصل. أصلها إيه؟ إن سيدنا عمار بن ياسر في المدينة المنورة اختلف مع واحد من أصدقائه من الصحابة، فعلى صوتهم، فدخل عثمان لقاهم بيزعقوا في بعض. كان عثمان ماسك درة، سيدنا عثمان رضي الله عنه كان ماسك درة زي اللي كان ماسكها مين؟ سيدنا عمر. فوكز عمارا ووكز صاحبه، يعني انتوا بتزعلوا ما تعلوش صوتكم، يعني انتوا اخوات ما حدش يعمل كده. فوكز عمار بالدره كده، وراح وكز الثاني بالدره كده، والمشكله ايه؟ انتهت. عثمان ضرب عمار، اه بس بص بص هو خدها ازاي وعمل فيها ازاي، ما خلاهاش وكز يا عم مصطفى، ما خلاها ايه؟ ضربه حتى ايه؟ فتق امعاءه. برضو بالله عليكم، في حد فتقت امعاءه يفضل عايش؟ يعني برضو ده عقل يعني؟ لكن صارت كأنها حقيقة. شوف التزييف، مع انه يا اخي لو تقرأ سيرة سيدنا عثمان كده وتمشي معاها، تلاقي سيدنا عثمان ده لما انتشرت الفتنة في مصر دور على واحد يذهب لمصر عشان يخمد الفتنة، فما لقاش اجدع ولا اشطر من عمار بن ياسر. يبقى هو ضربه حتى فقط فتق امعاءه يا كذاب، وبعدين يبعته عشان يحتوي الفتنة في مصر؟ ينفع؟ لو مش كده وبس، لما حوصر عثمان في بيته رضي الله عنه والجماعة الثوار دول أبوا حتى أن يدخلوا عليه الماء، مية ما يشربش، فصرخ عمار بن ياس اللي صرخ في الحتة دي عمار في المدينة، وقال والله أيكون قد اشترى لنا بئر روما وسقى المسلمين من عطش ثم يموت هو عطشا؟ والله لأقتل ويشرب عثمان. مين اللي عمل كده؟ يبقى عثمان ضرب عمار حتى فتق أمعاءه يا كذاب. اللي حصل كده، خدوا الحته اللقطه الصغيره دي وعمل عمل منها ايه؟ عمل منها فتنه وعمل منها موضوع، بقت ايه؟ بقت كانها حقيقه. اللي مش عارف، اللي دخل الاسلام جديد، اللي ما سمعش عن سيدنا عثمان، بقى يعمل ايه؟ بقى يصدق. بقى يا اخوانا بقى يصدق. دي اول واحده من كام؟ من 10. تخيل، شوف ده واحده بس تقلب الدنيا. والمجني عليه ليس عثمان، لا، المجني عليه هذه الأمة. يا جماعة، بعض الناس يصدقون أن عثمان خليفة ضعيف حتى هذه اللحظة، وأساسها شائعة من زمن عثمان. تخيل إيه اللي إحنا فيه دوت، عشان إحنا ما بنذكرش تاريخنا ولا نعرف الدنيا كانت ماشية إزاي. نمرة 2، هقول 10 ولا هنقسمهم؟ هقولهم كلهم ولا نقسمهم؟ النقطة الثانية، قال ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر أضلاعه. إيه ده؟ حاجة كبيرة جدا، كسر أضلاع عبد الله بن مسعود. جابها منين ابن الخبيثة؟ عارفين جابها منين؟ ما هو سيدنا عثمان لما قال اجمعوا المصاحف يا زيد بن ثابت اكتب لنا المصاحف، مش كده؟ مين كان أقرأ واحد من الصحابة في القرآن الكريم؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. فعبد الله بن مسعود قال ليه زيد بن ثابت مش أنا؟ ليه؟ أهو الخلافة أهو، عادي الصحابة هم معصومين؟ ولا ممكن يحصل اختلاف في وجهات النظر؟ ليه زيد بن ثابت مش انا؟ فقيل له لان عثمان يختار استاذا في الخط وليس في القراءه. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنكتب، مش بنقرا. المهم حصل خلاف، نتيجه الخلاف ان قال عبد الله بن مسعود سمعا وطاعه لامير المؤمنين عثمان بن عفان. ضربوه؟ لا. كسر ضلوعه؟ لا. اخذ الخلاف اللي الناس سمعت عنه من بعيد وخلاه ايه؟ وخلاه مشكلة قد كده، وكبرها ونشر الشائعات، وبقى يرسل الكتب والرسائل ما بين أتباعه في الكوفة والشام، وفين؟ في الكوفة والبصرة، وفين؟ ومصر. كم واحدة لغاية دلوقتي؟ الأولانية إيه؟ ضرب عمار بن عثمان دمر، ضرب عمار يا كذاب. الثانية إيه؟ كسر رجل مين؟ الضلوع مين؟ عبد الله بن مسعود. ماشي كده؟ وبقت أكنها حقيقة بالظبط، نشرها في الدنيا كأنها حقيقة. في ناس بدأت تنقم على عثمان، ازاي يضرب الصحابة؟ ازاي ده خليفة ظالم؟ ده مش عارف ايه ده؟ وانتشرت الحكاية دي. بعد شوية راح مطلع شائعة رقم كام؟ 3. ايه؟ نفى أبا ذر إلى الربزة. أيوة، نفى أبا ذر إلى فين؟ إلى الربزة. ايه الربزة دي؟ بلد بعيدة في أطراف الكرة الأرضية. قال يعني عثمان من ظلمه عمل ايه عثمان؟ نفى أبو ذر للربزة، وبقت ايه؟
بقت كأنها إيه؟ حقيقة. طب دي ليها أصل ولا ملهاش؟ آه لها أصل. يعني تعال ندور على أصل القصة. أصل القصة ممكن تصلوا على النبي، هقول لكم أصل القصة طب ونكمل المرة الجاية ما دام بتتعبوا كده. طب بص بص أصل القصة إزاي. أبو ذر ده كان قاعد، أبو ذر الغفاري، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ده كان له مذهب شديد جدا يا عم أحمد، جدا. كان يقتنع أنه اللي يحوش قرشين لبكرة يبقى يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أي قرش يجيلك لازم إيه؟ لازم تصرفه. ما فيش حاجة اسمها تحوش إيه؟ حوش لبكرة ده لأ. هو كان مذهبه كده. والمشكلة الكبيرة أنه كان قاعد ساب المدينة وراح قاعد فين؟ قعد في الشام، والشام تحت خلافة سيدنا عثمان وخلافة سيدنا معاوية. الناس بقى معاها فلوس ولا عايشة فقرية زي زمان؟ الدنيا اتبغددت يا مولانا والناس استريحت. بقى عبد الله بن عمار بن اسمه مين؟ أبو ذر، يمشي وسط شوارع الشام يقول إيه ده؟ المسلمين اللي كان بيأكلوا العقارب في الجبل بقوا كده؟ هتروحوا النار. مين اللي كان بيقول هتروحوا النار؟ أبو ذر. محدش يحوش لبكرة. يا نهار أبيض، محدش يحوش لبكرة. أيوة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. كان يقول لهم كده، اللي هيحوش لبكرة هتحمى عليه بها في نار جهنم، ما حدش يحوش حاجة. فالناس اللي لسه دخل الإسلام جديد في الشام انخدعت بكلام مين؟ فبدأ يحصل بلبلة. فسيدنا معاوية راح بعت لسيدنا مين؟ عثمان، قال له أدركني من أبي ذر، الدنيا هتخرب عندي هنا. ده راجل عنده مذهب الناس ما تقدرش عليه، مين يقدر على أبي ذر في كلامه؟ ما حدش يقدر عليه. فقال، قال عثمان: يا معاوية أرسله إلي في المدينة مكرما. ده أصل الحكاية، أرسله إلي إيه؟ مكرما. فلما وصل المدينة قال أبو ذر: يا خليفة رسول الله لعلك عجلت علي. قال: أردتك أن تكون في جواري وفي جوار رسول الله، خشيت عليك من جهال المسلمين في الشام. شوف الأدب، شوف الذوق العثماني، ويقول لك عثمان هو اللي نفاه. وبعدين قال له: أردتك أن خشيت عليك من جهال مين؟ من جهال الشام، وأردتك أن تكون في جواري وجواري صحابة رسول الله. اللي هتقوله هنا الصحابة هنا إيه؟ هيفهموا. اللي هتقوله هناك الناس اللي لسه مسلمة جديدة هيفهموك. قال له: قول هنا براحتك، احنا نفهم بعض، احنا ناخد وندي مع بعض، انت في المدينة اعمل اللي يريحك. فبكى أبو ذر وقال: يا عثمان والله لقد ذكرتني رسول الله. قال له: ازاي؟ قال له: كنت أسير يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا ذر ويل لك من الناس بعدي. ويل لك، أصل أنت ليك طبع مختلف يا أخي، أنت هتتبهدل من ورايا. قال: فبكيت بين يدي رسول الله وقلت: يا رسول الله أأحيا من بعدك يوما؟ هو أنا هعرف أعيش من بعدك؟ فقال له النبي: نعم أموت وتعيش. تواخد بال حضرتك؟ قال له: يا رسول الله استعملني استعملني. قال: يا أبا ذر إنها أمانة وإنك ضعيف وإنها يوم القيامة خزي وندامة. شخصية الرجل كده. قال: يا عثمان والله لقد قال لي رسول الله: يا أبا ذر إذا رأيت البناء يعلو عند جبل سلع. إيه جبل سلع ده يا أخوانا؟ جبل في المدينة. إذا رأيت البناء يعني بعد النبي يعلو عند جبل سلع فاخرج منها. يا عثمان إذن لي أن أخرج إلى الربزة. أهو شفت إزاي؟ هو بقى اليهودي خدها إيه؟ إن عثمان هو اللي طارده. هو عثمان طارده برضك؟ تخيل اللي انا بقوله لك ده مكتوب في الكتب، عثمان طرد ابو ذر لغايه الربزه، مكتوب في الكتب لغايه دلوقتي. انت واخد بال حضرتك؟ ايه يا عم؟ قال له: اذن لي ان اذهب الى الايه؟ الى الربزه. فقال عثمان: نزودك بالمال للطريق. قال: لا لا اريد مالا. فانطلق وعاش وحده ومات وحده وبعث وحده زي ما مين قال عليه؟ زي ما حضره النبي قال عليه. يبقى كده عثمان نفى ابو ذر الى الربزه. شوفوا كم شائعه لغايه دلوقتي، كل واحده منهم تهد المجتمع ولا لا؟ هو ما نشرش ثلاث شائعات بس، نشر كم واحدة؟ 10. أنا قلت لكم كم واحدة لغاية دلوقتي؟ اسمع بقى المفاجأة الرابعة دي خطيرة جدا. كان يرسل الكتب إلى أتباعه في الأقطار، يبعت رسائل كده لمصر والعراق والكوفة والبصرة يقول إيه؟ عثمان، اسمع اسمع، عثمان حراق المصاحف. شوف شوف ابن الذين حراق الإيه؟ والحقيقة سيدنا عثمان حرق المصاحف ولا لأ؟
بحق ولا بباطل؟ هو خلاها بباطل. بقى يقولوا عليه عثمان ايه؟ حراق المصاحف. مع ان سيدنا علي يقول ايه؟ والله لقد احرق المصاحف بجمع منا اصحاب رسول الله، ولو لم يفعلها عثمان لفعلتها انا. لان هو ده الايه؟ هو ده الصح، لانه عمل المصحف الايه؟ الامام، وحرق الباقي، هو ده الصح. ومع ذلك بص اليهودي خلاها ازاي؟ عثمان ايه يا جماعة؟ حرق المصاحف. تخيل، وطلع الترند عثمان ايه؟ حرق المصاحف، وبقت ايه؟ ترند ايه؟ عثمان ايه؟ حرق المصاحف. بحق ولا بباطل؟ عثمان اخد باله؟ ما حدش اخد باله. الصحابة اخدين باله؟ ما حدش اخد باله. ما حدش متخيل انه حد هيقول على سيدنا عثمان كده، لان هو بيكيد من تحت لتحت في الضلمة عشان يهدم المسلمين. وهقول لكم على مفاجأة في اخر الدرس ده. بيعمل ايه يا اخوانا؟ بيهدم الاسلام والمسلمين. ادي رقم كم كده؟ 4. رقم 5 حاجة ظريفة جدا. قال ارسل شائعة في الافاق، عثمان سيئ الادب مع رسول الله. ازاي يا عم؟ قال لما مات النبي وتولى الخلافة مين؟ نزل درجة في منبر النبي. قال انا ما اقفش في الدرجة اللي كان واقف عليها مين؟ سيدنا رسول الله. منبر سيدنا رسول الله يا اخوانا 3 درجات، زي كده بالظبط. كم درجة؟ 3 بس. الرسول كان بيقف على الدرجة العليا. لما تولى ابو بكر عمل ايه؟ نزل درجة. احتراما لمين؟ لما مات ابو بكر وتولى عمر عمل ايه؟ نزل درجة. لما تولى عثمان عمل ايه؟ طلع وقف فوق تاني مكان سيدنا النبي. فقالوا هذا سيء الادب. شوفوا ما عملش زي ابو بكر وعمر، شوفوا طلع يقف فوق، شوفوا. وخلوها ايه؟ ترند تاني، ان عثمان سيء الادب، وقف على نفس الدرجة. عثمان عمل كده ليه يا اخوانا؟ الحق بقى، الصورة الحقيقية في الموضوع، فين الحقيقة في الموضوع؟ فين اصل القصة؟ عثمان لما لقى المسجد اتسع والحضور يجب ان ينظروا لمين؟ للخطيب. فلو وقف على الدرجة الأخيرة أو وقف على الأرض هيتشاف؟ مش هيتشاف، دي واحدة. ولو وقف على الأرض كان المنبر إيه؟ اتلغى. ما هو خلاص الخليفة بيقف على الأرض، المنبر لازمته إيه؟ فخاف أن يلغى المنبر فرجع على الدرجة الإيه؟ الأعلى. وكمان شاف الناس إيه؟ شاف الناس المسجد بقى أوسع، فالناس عايزة تشوف الخطيب، فوقف فين؟ على درجة النبي صلى الله عليه وسلم. أدي واحدة. تخيلوا إن الشائعة دي بقت مستمرة لغاية الدولة العباسية، يعني بعد 200 سنة ولا حاجة، نفس الشائعة موجودة لغاية دلوقتي. عثمان طلع وقف فوق ايه؟ لغاية لما قعد خليفة من خلفاء العباني العباس، وقعدين كده، وكان فيهم الشافعي، الشافعي كان قاعد. فالخليفة العباسي قال ايه؟ رحم الله عثمان. قال له ماله عثمان؟ قال له نزل ابو بكر درجة ونزل عمر درجة وجاء عثمان ها ووقف على الدرجة العليا. يعني بيمتدح فعل عثمان ولا بيزمه؟ يعني فقال أظن الشافعي أو أحد العلماء قاعد، قال له يا أمير المؤمنين؟ قال له نعم. قال له إن أمن الناس عليك عثمان، أكتر واحد صاحب فضل عليك عثمان. قال له إزاي؟ قال له لو كان كل خليفة ينزل درجة لخطبتنا أنت من قعر بئر. شوف فوق تاني وبقت سنة، وكل اللي يجي يعمل إيه؟ طب أنت الخليفة العباسي بعد 30-40 خليفة كنت هتخطب منين؟ شوف شوف الفكرة. هو نشره وقال لك عثمان ده سيء الإيه؟ سيء الأدب. عمل إيه؟ رجع في الدرجة اللي فوق. كم شائعة لغاية دلوقتي؟ ها؟ 4 ولا 5؟ 5. خد يا عم رقم كام؟ رقم 6. عثمان خالف أبو بكر وعمر وسيدنا النبي. ليه يا عم؟ قال أحدث في المسجد الأذان الثاني يوم الجمعة، الأذان الإيه؟ الثاني. عشان أيام سيدنا النبي، أيام سيدنا عمر، أيام سيدنا أبو بكر ما كانش فيه إلا أذان إيه؟ مين اللي عمل الأذان الثاني؟ ليه؟ حقيقة ولا مش حقيقة؟ بس هو خدها بصوره سلبيه ولا بصوره ايجابيه؟ ونشرها في الدنيا على انه قليل ادب، ده ما بيعمل لا كذا وكذا. اتاري سيدنا عثمان عمل كده لما اتسعت المدينه وبقت بيوت الناس كتير، وعلشان اللي بيشتغل في السوق، الناس كانتش عواطليه زي النهارده، يعمل الاذان الثاني قبل الاذان الاول بنص ساعه، الناس اللي في اطراف المدينه تعرف ان الجمعه ايه؟ الرابط. وفوق ده كله سيدنا النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى الأذان التاني سنة مين؟ سنة سيدنا عثمان. يبقى صح ولا غلط؟ لكن هو نشرها في الناس على إنها إيه؟ على إنها غلط. أقول لكم على حاجة تانية، كتير من مساجد المصريين لغاية سنة 2000 لما يدخلوا الحبايب ويقولوا احنا بنطبق السنة، لو لقوا أذانين في الجامع يلغوا الأذان ويعملوا أذان واحد. يا عم اللي عمل الأذان التاني مين؟ يا عم ما كانش غلطان، الدنيا كانت واسعة والنهاردة أوسع. والنهاردة إيه؟
يعني ينفع يوم الجمعة يبقى فيه أذانين؟ أيوة، وتبقى سنة. أيوة تبقى سنة، عملها سيدنا عثمان، دي حقيقة. انتوا يا جماعة غلطانين. شوف الغد دلوقتي يقول لك المسجد اللي بيدن أذان واحد سني، والمسجد اللي بيدن أذانين مش إيه، منين جابوها ديت؟ دي فكرة يهودي اسمه عبد الله بن سبأ. تخيل، تخيل احنا وقعنا فيه يا جماعة، تخيل اهو، والناس فاهمة ان هو ده الدين لغاية النهاردة. وكلكم عارفين الكلام ده، كلكم عارفين انه في ناس ما بترضاش بالاذان الاول، بيعمل يقول لك خليه اذان واحد عشان السنة. اذان غلط، السنة مش اذان واحد، السنة اذان واحد والسنة اذانين برضو. شوف مشينا ورا اليهودي لغاية سنة 2000، صح يا جماعة؟ بتطبق. شوف انا يعني لو عندي شيء من الفقه ودخلت جامع ولقيت المسلمين بيأذنوا أذانين أسكت وأتبع الأذانين، ولو عندي شيء من الفقه ودخلت الجامع لقيتهم بيأذنوا أذان واحد أسكت ما أعملش بلبلة. قول لي ليه؟ عشان الأذان الواحد سنة والأذانين سنة برضه. ده ماشي وده ماشي. وليكن كان هم قاعد يقولوا كده، أصل عثمان عمل أذان في السوق، في السوق عشان ما كانش فيه ميكروفونات، عمل الأذان الأولاني قبلها بنص ساعة عشان ما كانش فيه ميكروفونات وما كانش فيه وسائل مواصلات. إنما أنت تدن قبل الأذان الأولاني حتى لو بعشر دقائق، لو أنا قاعد في الجيزة في عشر دقائق هاجي ولا مش هاجي؟ لكن لو أنت المسافة دي زي مسافة الجيزة أيام سيدنا النبي، ما كنتش هتلحق تيجي إلا في نص ساعة ولا في ساعة. المسألة ليها فقه يا أخوانا، إحنا بس الجهل هو المصيبة. الجهل هو الإيه؟ مين اللي قال إن الأذان التاني بدعة؟ اليهودي، اليهودي. احنا يا مسلمين احنا بنقول سنية، عملنا ايه؟ مشينا ورا اليهودي. يرضي ربنا؟ انا بأمانة يا اخوان يرضي ربنا؟ والله العظيم ما يرضي ربنا، عشان ما عندناش ايه؟ ما عندناش فقه. لان الشائعة بقت مية مية وملأت الدنيا. كم شائعة دول؟ ها؟ سبعة. صلى على سيدك النبي. عثمان كان بيولي اقاربه، كان بيعمل ايه؟ يولي أقاربه. والحقيقة أن عثمان ولا أقاربه ولا لا؟ أيوة. بس ليه؟ ما هو الفكرة كده، يجيب حاجة حقيقية ويزيفها. أيوة كان يولي أقاربه لأن أكبر قبيلة في العرب كانت بني أمية، ولأن سيدنا النبي استعمل بني أمية. مين اللي ولى معاوية بن أبي سفيان على الشام؟ عثمان ولا عمر؟ عمر. يبقى عمر استعمل بني أمية قبل مين؟ قبل عثمان. وسيدنا النبي استعمل بني أمية قبل مين؟ قبل سيدنا عثمان. لما يجي عثمان يستعملهم ويوليهم وهم ناس يعني عندهم حنكة في السياسة، يبقى عثمان غلطان. هو ده اللي عمله اليهودي، وعاد ينشر لغاية النهاردة يقولوا عثمان كان بيولي ايه؟ كان بيولي اقارب. ينفع؟ ده كلام فارغ. مشينا ورا اليهود ومشينا ضيعنا تاريخ المسلمين يا جماعة. لا، الله يبارك لكم. نعم هو استعمل بني أمية، ولكنهم كانوا اكثر عددا وأكثر حنكة في السياسة، وكانوا يعتمد عليهم. مش بني الخطاب ومش بني ومش قبيلة سيدنا أبو بكر الصديق، لا، أكثر قبيلة عددا ويعتمد عليهم سياسيا ويقودون الناس هم بني إيه؟ هم بني أمية. فاستعملهم الرجل ما عملش حاجة، ولم يولي أحدا من بني أمية لا يستحق الولاية ولا واحد. إيه الكلام ده يا عم؟ هو خد اللقطة دي وعمل فيها إيه؟ وزيفها، وخلى الدنيا كلها ولعت على مين؟ على سيدنا عثمان. عمل كم ترند أيام سيدنا عثمان؟ 10 ترند. تخيل ترند واحد يقلب البلد، تخيل 10، تخيل 10 تعمل ايه؟ ها؟ لازم الدنيا تتقلب. وبعدين كان عديت لكم كم واحدة؟ 7، 8. قال كان يعطي أقاربه من المال، وصح وحقيقة. ليه؟ أصل سيدنا علي قال رحم الله عثمانا، لم نرى من أصحاب رسول الله أوصل لرحمه من عثمان. ثم قال عثمان من رآني أعطيت أحدا من أقاربي مالا من بيت مال المسلمين فليفعل بي ما شاء. هو أنتم نسيتوا مين عثمان؟ ده من أسرى أسرياء الناس، كان يغدق على أقاربه من ماله الخاص صلة لرحمه. حد يلومه في كده؟ غلطة ديت يا عم أحمد؟ ينفع نقول على دي غلطة؟ قعد يقول بص بيدي قرايبه من الفلوس، ادهم من خزينة الدولة؟ لا، ادهم منين؟ وكمان عشان بني أمية دول أسلموا متأخر، فكان يستدر عطفهم ويلين قلوبهم ويديهم بس من فلوسه الايه؟ الخاصة صلة لرحمه. هو قال لك لا، ده كان بيدي أقاربه وما كانش بيدي بقية الناس، ويبقى ده خليفة ايه؟ خليفة مش مظبوط. كم واحدة لغاية دلوقتي؟ يا نهار أبيض، كل الحاجات دي قالها على سيدنا عثمان. أمال ايه؟
كل الحاجات دي سيدنا عثمان حاجة عجيبة جدا. تسعة قال لك عثمان ده خالف سيدنا النبي. قالوا له ازاي؟ قال أتم الصلاة بمنى. أتم الصلاة ايه؟ يعني ايه أتم الصلاة بمنى؟ ها؟ ما قصرش. ايه ما قصرش دي؟ هم مش واخدين بالهم يعني ايه ما قصرش. اللي يروح الحج ويصلي في منى يصلي جمع تقديم او جمع تأخير الأربعة يخليها كام؟ اثنين صح؟ الأربعة يخليها ايه؟ اسمه صلاة الايه؟ القصر. سيدنا النبي كان في منى يعمل ايه؟ يصلي قصرا. وسيدنا أبو بكر قصرا وسيدنا عثمان وسيدنا عمر. جاء عثمان فأتمها رباعية. الدنيا قامت وما عادتش. ليه بتعمل كده يا عثمان؟ دخل عليه سيدنا عبد الله بن مسعود قال له ماذا تفعل؟ قال إن الذي يصلي قصرا هو الغريب، وأنا لي بيت وزوجة في مكة، صل يا ابن مسعود قصرا وأنا أصلي تماما لأني في بلدي وده بيتي وده ولادي. مين أفقه؟ عثمان. غلط، غلط عثمان، أخذها على أن دي إيه؟ غلطة وهي فقه. وأخبث فتنة اللي الناس تكره بعض فيها علشان الفروع. عشان إيه يا أخويا؟ عشان الفروع. أقول لك تقبل الله بعد الصلاة ولا ما أقولكش؟ اللي يقول يبقى مبتدع. تقبل الله بعد الصلاة دي فرع ولا أصل؟ الناس تكره بعضها عشان الفرع. أنا رأيت زمانا في مصر اللي يشوف واحد بيتوضى يقول له زمزم أو من زمزم يقول اتق الله قول لا إله إلا الله. وأنا كفرت يا عم، أنا بقول له من زمزم يعني يا رب تتوضى من إيه؟ من زمزم. وكرهنا بعض علشان الحاجات ديت. صح يا أخوانا؟ حصل، حصل يا عم الشيخ والله العظيم حصل. اللي يقول لأخوه تقبل الله يبقى مبتدع، اللي يقول لأخوه من زمزم يبقى مبتدع. صح يا جماعة؟ اللي يقول له حرما يقول له حرما برما، دي ما جاتش ولا وردتش، وردتش ايه وبتاع ايه. هذه مما يسوغ فيها الخلاف. ينفع نصع بعض وما نكرهش بعض؟ الامام الشافعي قاعد في الدرس بتاعه فقال مسألة، فواحد من الطلبة اختلف مع الامام الشافعي، فقام الامام فقام الطالب راح ساب المجلس ومشي زي ما بيحصل دي لغاية دلوقتي، بيحصل الكلام ده بيحصل لغاية دلوقتي. راح ساب المجلس ومشي، خلص الامام الشافعي الدرس وراح له البيت، خبط عليه البيت فتح لقى الشافعي قدامه. الامام قال له اتفضل. قال له بقى يا اخي 99 مسألة لا تؤلف بين قلوبنا ومسألة تجعلنا نكره بعضنا بعضا. يعني ينفع كده يا مسلمين يا عباد الله؟ عيب ان احنا نقول ده سني وده مبتدع علشان ايه؟ علشان الفروع. ودي ينفع نختلف فيها؟ ما في يا راجل بقول لك في الصلاة عثمان بن عفان اختلف مع مين؟ مع عبد الله بن مسعود. عثمان صلى أربعة وعبد الله بن مسعود يقول لا النبي صلى هنا كام؟ وعمر وابو بكر صلى هنا كام؟ وعثمان عمر صلى هنا كام؟ فانت ازاي تعملها أربعة انت بتخالف ليه؟ قالوا اهدى بس، دول عملوا كده عشان كانوا مغتربين. انا مغترب؟ انا مش مسافر، انا مغترب دي بلدي. طيب خرج سيدنا عبد الله بن مسعود من عنده يعمل ايه؟ شوفوا يا جماعة اللقطة دي في غاية الأهمية. طلع من عند سيدنا عثمان هيصلي في منى، هيصلي قصر ولا هيتم؟ والله أبدا، تمها وقال أنا تابع لأمير المؤمنين عثمان. شوف الأدب والذوق، شوف العلم والفقه. يا ناس افهموا، يا ناس حرام عليكم افهموا. راح نصلي زي مين؟ زي عثمان. ليه؟ عشان أنا تابع أمير المؤمنين، لا أفتن المسلمين أبدا. مع أنه مش رأيه كده، رأيه أن يصليها إيه؟ صليها قصرا. ومع ذلك صلها تامة حتى لا يفتن الناس. إحنا لا، لازم نعمل فتنة. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة والحمد لله مش عارف إيه تكبيرات العيد. لا، أنا هعتزل المصلى اللي بتكبر كتكبيرات العيد دي، تكبيرات الشافعي رحمه الله وارتضاها الشافعي ورضاه، وهي من الفروع وليست من الأصول. أنا مش هصلي في الساحة بتاعت نور الإسلام. ليه؟ أصلا أنا سني واللي بيعملوه ده بدعة. يا ابني بدعة ليه؟ بدعة وتلاتين بدعة. تكره بعض عشان الفروع، تقسموا المسلمين عشان الفروع. شوف عبد الله بن مسعود عمل إيه؟ طلع من عند عثمان عمل إيه؟ صلاها أربعة. ليه؟ اتبع سيدنا عشان ما يحصلش ايه؟ عشان ده من الفرع وليس من ال... شوف الكلام خطير قد ايه، شوف احنا اتلعب بينا ازاي. والله العظيم احنا اتضحك علينا، احنا اتضحك علينا ولا لا؟ اتضحك علينا. الشاب اللي جنب ايه؟ نعم جنب التكبيرات. ايوه قام على يده في العجل. ايه الصلاة ولا التكبيرات اللي قبل الصلاة؟ الصلاة نفسها ستة وخمسة، يعني سبعة وستة.
مع تكبيرة القيام تكبيرة. أنا أكلمك عن التكبيرات اللي قبل الصلاة. يعني أنا قصدي يا جماعة، يعني أنا قصدي ما دامت المساء الفرعية ما حدش يكره أخوه ولا يبدع أخوه ولا يكفر أخوه، خلاص. بس الكلام ده عايز علماء يتكلموا فيه، مش أي حد يدب وخلاص. صلوا على سيدنا النبي. كم شائع لغاية دلوقتي؟ 9. رقم عشرة عثمان، دي قلناها قبل كده، رقم عشرة دي فر يوم غزوة أحد ولم يحضر غزوة بدر ولم يحضر بيعة الرضوان. جي واحد من مصر من الجماعة دول، راح داخل المدينة لقى مجموعة من الناس قاعدين، قال لهم أيكم صاحب رسول الله؟ كان قاعد مين؟ عبد الله بن عمر. قال أنا. فقال المصري اللي أسلم جديد ومن الصوار، صوار يعني إيه؟ ولا أحرار ولا هيكملوا المشوار ولا حاجة، دول كان تبع مين دول؟ كان تبع عبد الله بن سبأ اليهودي، ولا كانوا أي حاجة. قال له أنا صاحب رسول الله. قال له أنت صاحب النبي؟ قال له نعم. قال له إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. قال له تفضل. قال له أستحلفك بالله، هل تخلف عثمان عن غزوة بدر؟ عبد الله بن عمر هيقول إيه؟ أيوة تخلف عن غزوة بدر. قال له نعم. قال أستحلفك بالله، هل فر عثمان يوم أحد؟ قال له نعم. قال له أستحلفك بالله، هل تخلف عثمان عن بيعة الرضوان؟ فأم سيدنا عبد الله بن عمر قال له إيه؟ نعم. فالمصري قال الله أكبر، والله العظيم الله أكبر. يعني إيه؟ أيوة هو ده الكلام، صح، الحكاية ما طلعتش شائعة، عثمان ابن 60 في 70، صح. فقال عبد الله بن عمر اهدأ يا أخي، اجلس لأفهمك، اقعد. لم يتخلف عثمان عن غزوة بدر إلا لأن النبي أمره أن يجلس ليمرض بنت رسول الله، والناس لم يكونوا قد خرجوا لمعركة ولا لقتال، والنبي قال عثمان يضرب له بسهم كالمجاهد في يوم بدر. قال له يا راجل أنت بتتكلم جد؟ قال له والله العظيم أنا مش أنت سألتني، أنا صحابي أنا حضرت الكلام ده. قال له طب غزوة بدر أحد؟ قال له أحد دي لما زعم الناس أن النبي قتل، رجع مجموعة من الصحابة عشان يحموا المدينة، ما كانوش بيفروا، رجعوا ليحموا المدينة، وكان فيهم مين؟ سيدنا عثمان. فالرجل المصري قال لسيدنا عبد الله بن عمر يا راجل يعني ما كانش بيفر من القتال، انت بتتكلم جد؟ قال له ايوه والله بتكلم جد. قال له طيب وبيعة الرضوان؟ قال له اما بيعة الرضوان اصلا كانت لاجل عثمان. قال له ازاي يعني؟ قال له عثمان كان في مكة، هو اللي كان بيجيب الاخبار، زي ما حكيت لكم قبل كده، كان بيجيب الاخبار لسيدنا النبي، فانتشر الخبر ان عثمان ايه؟ قتل. فسيدنا النبي قال من يبايع على الموت؟ فجاءوا جميعا يبايعوا لاجل السأر لمن؟ القصة كلها كانت عشان خاطر عثمان أصلا. ثم رفع النبي يسره وقال وهذه عن عثمان، ويسرى رسول الله أفضل عند الله من يميني عثمان. فالمصري قال لا إله إلا الله، ما كنت أفهم هذا ولا كنت أعرف هذا ولا كنت أفقه هذا، الجهل كاد يودي بي إلى الكفر. وصح يا جماعة، أهو لما توضح له الصورة عمل إيه؟ تخيل إن الشائعات العشرة دول بيتقالوا عن سيدنا، بعضهم بيتقال عن سيدنا عثمان لغاية إيه؟ لغاية النهاردة. ينفع نسكت على الكلام دوت؟ طيب هل عثمان حرق المصاحف زي ما اليهودي قال؟ هل عثمان ابتدع لما عمل أذانين؟ أبداً. هل عثمان ابتدع لما طلع على المنبر من فوق؟ ما حصلش. هل عثمان كان يولي أقربه ويكره بقية المسلمين؟ ما حصلش. هل عثمان نفى أبا ذر إلى الربزة؟ ما حصلش. هل ضرب عبد الله بن مسعود لغايه لما كسر ضلوعه؟ ما حصلش. هل فتق امعاء عمار بن ياسر؟ كل الكلام ده عمل ايه يا جماعه؟ والناس مش واخده بالها، والشائعات عماله تنتشر حتى زادت الفتنه واطلت براسها القميء. ثم انقلب الامر على راس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثت احداث داميه، احداث يندى لها الجبين، وبرزت بعض الأدوار لأصحاب رسول الله كسيدنا علي رضي الله عنه. كان له موقف في غاية الشجاعة لما حاصر هؤلاء الموتورون اللي غزاهم وخرف معاهم وضحك عليهم. مين؟ عبد الله بن، وفين عبد الله بن سبأ في الفيلم ده كله؟ مستخبي بيمول بس، ما بيطلعش على الشاشة أبدا ولا يطلع في برنامج ولا في أمسية. امال بيعمل ايه؟ من تحت لتحت، نار تحت الرماد، أعوذ بالله. وانتشرت، وبعدين طلعوا الثوار وحاصروا المدينة المنورة بعد أن اقتنعوا تماما أن عثمان غلط في العشر حاجات دول. غلط في إيه؟ لكن هو غلط ولا دي الحقيقة اللي احنا حكيناها؟ كيف حدث بعد ذلك؟ وما الذي أودى بحياة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ ربما نقف معه في المرة القادمة.